أنا قادر أجيب دقائق لأنه في الشيخ محي الدين من بعدي، لكن في مسألة يا جماعة كثير من المسلمين لما نشوفوا ذول بيتكلم يقول لك ما تزال غير الله، وسؤال غير الله شرك وكفر كلام زي ده، يقول لك ده ياخذ الوهابية والمشكلة يختلف فيها العلماء وكلام زي ده. لا 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 يا جماعة، هذه المشكلة ما فيها خلاف، وأنا ما بديك كلام ذاته كلام الشيوخ، بديك كلام فوق كلام رب العالمين، إنه الزول بيدعو غير الله ده كافر ومشرك، ولو كتب مسلمين لو قاع غير الله ما عنده أي حاجة. الله قال كده، الكلام ده ما فيه خلاف، والأنبياء قالوا كده. أصلا لو أنت مرة ابتدى على الله وابتدى الحاج عبد الله، الفائدة شنو؟ الفائدة شنو؟ الدعاء ده كله حق الله، لأنه ربنا اللي خلقنا ورزقنا وأحيانا وبميتنا، الدعاء ده قال حقه براه، والكلام ده ما جابته الدار ولا الجزيرة ولا ساهول، جابوا رب العالمين في القرآن. ربنا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وربنا في الآية الثانية قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، ربنا قال سيدخلون جهنم داخرين ذليلين حقيرين. ربنا قال لك لو سألت غيري بوديك جهنم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. معناه لو دعيت غير الله، لو دعيت نبي، لو دعيت ملك، لو دعيت صالح، لو دعيت صالح انت مشرك، لأن ربنا قال: فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ قال لك دي الرجال زيك. وربنا قال في الآيات القبلية: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ربنا تحداهم، قال: فادعوهم، أدعو الجماعة دين، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فالدعاء هو العبادة يا جماعة. كثير من المسلمين في المساجد بيصلوا، بيصلوا في المساجد بيدعوا غير الله. بتفتكرين الحكاية دي فيها خلاف؟ عليه كيفك ممكن تدعي الشيخ وتدعو الله، ما عليه كيفك انت. لو برا المشركين الاوائل، المشركين الاوائل كان تحت الجد كان بيزالوا الله براه، براه بس، لا معاه اللات لا معاه العزة. ربنا حكى عنهم قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. دي المشركين أصليين ما ملخبطين، مشركين 100%. تعال الليلة شوف الجماعة هنا عندنا في السودان كثير، حفلة تلقاها ماشية لبيض، ماشية شندي، جاء قندراني عملت كده عملت كده، واحد بيقول يا بسروان يا بتكة يا بجنزير. طيب أبو لهب كان بيقول يا الله، أبو لهب في الحتة دي أكان بيقول يا الله براه، كمان دي برضه فيها خلاف. أبو لهب ذات، أبو لهب ذات كان بيقول يا الله يا ربي تمرقني، يا ربي تمرقني. يجي واحد عامل فيها مسلم يقول يا بتكة بتكة، وينو ذات تكة؟ أكل الدودو، لا بينفعك بتكة لا بسروال لا بجنزير، ما في حاجة اسمها بجنزير. ها يقول لك بتكة وبجنزير وما عارف شنو، وطابق الوضو فوق الوضو، بناديهن بناديهن في كل قضية، بناديهن حيين ميتين بناديهن. قال كمان ميتين ذاتوا بناديهن، ده خلع ده، ها ده بنقد القرآن. والله اللي خلقنا قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ ربنا قال معاي إله تاني؟ ها؟ فيا جماعة هذه المشكلة، الظل لو مات مت بعد شوية بعد ساعة مت، حتى في الموقف ده حس أنا قدامك ده مت، أنت يا ظل مات هنا في السودان في غيره بيودوك المقابر. حمد النيل بيجاي يودوك ما عارف وين، يودوك شندي دفنوك في مقابر حلة حمد، في أي مكان بيجوك ملائكة غلاد شداد. ربنا قال حتى ده هناك قبل ما يودوك ذاته، ربنا قال عن حكى عن الناس اوعك تكون منهم. ربنا قال حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله، وين الجماعه؟ وين بتكه؟ وين بسروال؟ قالوا ضلوا عنا. والله ما شايفين بتكه راح مننا، بسروال ما شايفينه، ما بيتخارجك دي، والله بعدين حتتعب تعب شديد. قالوا ضلوا عنا
وشهدوا على أنفسهم ربنا قال أنهم كانوا إنهم كانوا كافرين. انت برا قالوا أنا يا رب لك كنت كافر زمان في الخرطوم بحري كنت كافر، لكن بتخارجك ما بتخارجك. بعدين كل لك حلو زي ما قال فرفور دي ما بتخارجك، توب من حزع، توب وارجع لله عز وجل، لأنه دول بيدعوا غير الله عادوا لله الخلق. أفهم الكلام ده؟ عادوا لله الخلق وعادوا للنبي عليه الصلاة والسلام. دي المثالة. وأنا أختم لك بهذا حديث الموت، بيجوك الملائكة بتقولوا لك مربو، كمان بتدوك نهر لما تستغرب. دي الملائكة غلاد، ما بتقول له يا ملك ما تنهرني، لا 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 لا، حتى انت ممكن تقول له يا دول ما تكورك يا اخ، ما بالراحة. الملك بيقول ما بالراحة، لا ملك يا دول، وبديك حاجة لما تعرف حاجة دول. بعدين هناك المغابر دي فيها شغل، واحد يقول لك اخيركم تراب، قال لك منو جوا في شغل يا دول، منعم شايف غبره ما شاء الله شايف جنته، يا دول شايف جهنم. ده الدول المجرم، المجرم يا دول تقال له حرام القلوب تلب، لا 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 لا، ده مجرم صح، المجرم هنا المجرم، ده الدول المجرم كان بنادي غير الله، بطب القباب يا سيدي البريدك مد ليدك بناديهم، ده مجرم، ده مجرم. لانه بقول لك شيخ بدي الجنة، شيخ عنده مجمع بلا شفع، شيخ عنده مجمع بلا شفع، يقول لك ده بيجيب الصاقعة، بيجيب المطر، بيجيب شنو، بيجيب شنو الخنجر، قال بيجيب المويه الشيوخ، واحد دكتور اسمه الخنجر قال المويه دي ما بديها الله، قال بديها الشيوخ. والله لو حاضروا ابو لهب يقول له لا حول ولا قوه الا بالله، ابو لهب ذاته لو حاضروا انا متاكد حيدي كف لما نطرش، ابو لهب ذاته، مش ابو لهب مشرك، لانه كلام ده ما قالوا. فهناك الملائكه بيدعوك من ربك، ما بيدعوك بيجوك للراحه، يا دول تحين انت شايقي ضنقلاوي ساكن حله حمد ساكن الرياض بيجاي عمارة طابق، لا 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 لا، بيزالوك من التوحيد ما ربك. والله لو كنت شريف، وان واحد يقول لك انا شريفي، والله لو جدك النبي عليه الصلاه والسلام بتدعو غير الله، ده ما بخارجك، شريفيه ما بتخارجك، لانه ربنا قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يردون علوا في الارض ولا فسادا. وانا اطلت، لكن في النهايه يا جماعه نصيحتي لي نفسي واخواني المسلمين، انه دول يكون عقيدته تمام، عقيدتك دي راس مالك، ما عندك عقيده انت خسرت الدنيا والاخره، لانه مشكلتك بتكون مع الله خلقك. افهم الكلام ده؟ عقيدتك ما مع واحد يقول لك ده الوهابيه وده الخامسيه والامام البخاري وابو حنيفه، لا 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 لا، مشكلتك بتكون مع الله خلقك. افهم الكلام ده؟ العقيده نعم انت تدعى غير الله، انت بتكون عادل لله، لانه ربنا عمل لك اذنين ونخرين وعينين تجي تدعو غيره ربنا. انت حد بتاكل في الصينيه مليانه اناناس وتفاح وبرتقال، كب كب كب، لذاك ده بطن تبلع ساكت، ده منو خلاك تبلع ساكت؟ ده شيخ تبلع في البرتقال، البرتقال فيها غضب الله، الاناناس فيها غضب الله، تفاح ما شاء الله، خش سوق الخدار في قداده حمار، قداد مقلب يسوي قدن، قداده سقاع عامله تسوي قدن، قداده حمراء. بعد الواحد انتفى يقول لك جاب سروال، ده ما مشرك؟ سروال تاكل قداده؟ ما تاكل يا الله يا اخ، عمل لك عدنان وكرعان خلاك سميكة تدمنه، ده رب العالمين. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك دمنه، ده الله. أدعو الله براه يا أخي، ونسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وقدم الشيخ محي الدين إن شاء الله.